وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي علي البحيري. أستاذ علي أرحب بك، وكما نتابع مشاركة متميزة حتى الآن للمنتخب الوطني لكرة اليد في مونديال السويد وبولندا، كيف ترى أداء منتخب مصر في هذه النسخة من المونديال؟ في البداية طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكل مشاهدي القناة الأولى. يمكن طبعا بنبارك لمنتخب مصر فوز على منتخب بلجيكا فارق 5 أهداف في بداية الدور الرئيسي بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد. يمكن طبعا فوز مهم جدا، قرب مصر خطوة من تأهل ربع النهائي في البطولة والمنافسة على اللقب، وكمان متصدرين المجموعة اللي احنا فيها، ولسه عندنا طبعا مواجهتين هامتين يعني يوم السبت ان شاء الله قدام البحرين، ودي هتضمن ان احنا نتأهل لربع النهائي رسميا. والمواجهة طبعا الاهم او المرتقبة طبعا مع منتخب الدنمارك يحمل لقب بطولة العالم يوم الاثنين الجاي في 9:30 مساء، هتبقى اهم مواجهة، لان احنا لو تأهل او كسبنا هنتأهل كمان في صدارة المجموعة، وهنتجنب مواجهة السويد اللي هي وصيف البطولة اللي فاتت، وطبعا البطولة على ارضها في الدور ربع النهائي، وطبعا هيبقى فرصنا اكبر ان احنا نوصل دور نصف النهائي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ علي البحيري، كنت معنا عبر الهاتف.